أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، نصلي من أجل عوائلكم أن الرب يبارك ويحفظ عوائلكم، آمين. في هذه الحلقة نتناول الإجابة على أسئلة أحد المتابعين. أخت تسأل وتقول: هل نستطيع بالتعامل مساعدة شفاء من العمى لشابة أصيبت منذ الصغر بسبب علبة دهان وقعت عليها وعجز الطب عن المساعدة؟ أنا أتأمل دائما، تبني صور تقصد، بأني أضع يدي عليها وأشفيها وأطلب من والدتها فعل ذلك. أرجو أن تشرح لنا الطريقة الأفضل حتى أستطيع تحقيق شفاء كامل لها. أختي المباركة، الرب يباركك، الرب يبارك البنت، والرب يبارك عائلة البنت. أنا أجيب على هذا السؤال، ولكن لا أعرف كيف يكون رد فعلك من الجواب. نقول إن العمى طاقة سلبية بالدين، تسمى طاقة شيطانية. هذه البنت مشافية تماما من أي عمى، هذه حقيقتها. يحدث المرض عندما، وننتبه الآن، يحدث المرض عندما تقل الطاقة الإيجابية وتزداد الطاقة السلبية، هذا أول شيء. والشيء الثاني، يحدث المرض عندما يؤمن الناس، ماذا نقول، يؤمن الناس بالأمراض أكثر من الإيمان بالصحة الغير المحدودة. روح البنت ضعيفة ولهذا تحدث هذه الأمراض. نريد أن نقول: لا تجعلين العمى يوهمك بأنها مريضة. بمعنى آخر، لا تجعلين بينك وبينها مسافة وزمن. المسافة والزمن هي المسبب لجميع الأمراض، وإنما تريها ضوء الله، تريها مشافية تماما، تريها روح وضوء الله، وتعلمين والدتها هكذا. بمعنى إن والدتها لا تراها كجسد، بل تراها ضوء الله، ومن ضوء الله يتم الشفاء، من ضوء الله التحرر المطلق. فوالدتها تقول، تعلمين والدتها، تقول والدتها تقول: بنتي هي ضوء الله، روحها روح الله. تكرر باستمرار، تقول: بنتي هي ضوء الله، روحها روح الله، بنتي هي ضوء الله، روحها روح الله. باستمرار تكرر، مهم جدا أن تكرر. تراها، ترى بنتها إنها ضوء وروح الله. من ناحيتك أنت، أنت ماذا تفعلين؟ أنت ترتفعين بها، تبنين صور، ترتفعين بها إلى البعد الرابع، تأخذيها إلى البعد الرابع، تعيشين معها الآن في البعد الرابع، تبنين صور هناك في البعد الرابع، وهذه البنت متمددة على سرير في حديقة جميلة وحولها ملائكة يزرعون فيها عيون جميلة، عيون صحية نشيطة. أنت تبنين هذه الصور وتشعرين ببناء هذه الصور من أعماق أعماقك، تعطين إحساس عميق ببناء هذه الصور. نكرر، تبنين هذه الصور إن الملائكة يبدلون عينيها، وأنت واقفة مع الملائكة فرحانة وسعيدة، وتريها، ترين البنت تنهض من السرير بعيون جميلة قوية رائعة، وتنزلين بها إلى الأرض بعيون رائعة جميلة. والدتها تعمل التالي: تأتي بزيت الزيتون وترسم على جبهة البنت إشارة الصليب. نكرر، تأتي والدتها بزيت الزيتون
وترسم إشارة الصليب على جبهتها، وتقول أثناء وضعها الزيت على جبهة البنت، تقول: باسم قوة دم المسيح وباسم قوى كل القديسين وباسم القوى الملائكية تطرد كل روح سلبية شريرة منظورة أو غير منظورة. والبنت ترى بعيون الله، البنت تمتلك عيون صحية جميلة. وتقول والدتها، تستمر: وهي محمية حماية أبدية من أي طاقة شريرة منظورة أو غير منظورة. ثم تقول والدتها: آمين. والدتها دائما تراها مشافية تماما بصحة عظيمة ورائعة، وتتمتع البنت بعيون جميلة رائعة. تعمل هذا باستمرار مع بناء صور، الوالدة تبني صور أن بنتها بصحة روحية وبصحة بيولوجية عظيمة. في هذه التطبيقات والدتها وأنت أيضا يجب أن لا ترون المرض، وإنما تركزون على الصحة العظيمة للبنت. بمعنى أنتم ترون البنت من عقل الله، ترون البنت ضوء الله، روح الله، جمال الله، حياة الله، فرح الله، صحة الله. التطبيق التالي في غاية الأهمية. تأتي والدتها بالصليب وتعمل أو تصمم ألبوم صور لبعض القديسين، وتضعه في غرفة البنت، ووالدتها في الليل تردد الصلاة العلمية التالية، تقول: باسم الله، باسم الرب، باسم العقل الكوني، باسم المسيح، باسم القديسين، وتذكر أسماء بعض القديسين، وتقول والدتها، تقول: بنتي مشافية وتعيش بصحة عظيمة، وتكرر هذه الصلاة باستمرار. أريد أن أسألكم: هل تستطيعون أيضا أن تجلبوا زيت من دار عناية، زيت القديس مار شربل؟ هذا مهم جدا. تضع الأم هذا الزيت على جبهة البنت كل ليلة وتصلي هذه الصلاة العلمية. تقوم والدتها أيضا برش الملح، والملح يفضل أن يكون صافي مثل ملح البحر مخلوطا بالماء والدهن. ترش هذه الخلطة، الملح والماء والدهن، ترش هذه الخلطة في البيت لطرد الطاقات السلبية. لو يستطيعون أيضا أن يذهبوا إلى الكنيسة باستمرار للصلاة عليها، فهذا مهم جدا جدا جدا. أيضا إخواني وأخواتي، دعونا معا نصلي من أجل هذه البنت. صلي معنا، نصلي كل شخص يشاهد هذه الحلقة، نصلي من أجل هذه البنت باسم الرب، باسم كل قوى القديسين. نعلن تحرر البنت تحررا مطلقا. هي بنت الله، ترى بعيون الله، تمتلك البنت عيون صحية جميلة، تعيش هذه البنت مملوءة بضوء الله ومحمية بضوء الله، وتعيش هذه البنت خيرات وبركات السماء والأرض. تعيش البنت بصحة غير محدودة، بحياة عظيمة مباركة، تتألق في الحياة وتبدع إبداعا عظيما. يحميها الإله العظيم ويباركها الإله العظيم في حياتها، وضوء الله الآن يخترق كل خلية من خلايا جسمها، وتعيش بجسم قوي، تعيش بروح قوية، تعيش الفرح العظيم والنجاح العظيم. آمين. نشكركم إخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، ونشكركم أيضا على الصلاة معنا من أجل هذه البنت، ونراكم في الحلقات والبرامج القادمة.